والله أنا بحلف بالله أتمنى أن يكون شباب مصر أوعى شباب وأكثر شباب العالم تقدما ومهارة على الإطلاق. ليه؟ لأن ببساطة خالص أنتم هتتحملوا المسؤولية، مسؤولية وطن دلوقتي في 90 مليون، دلوقتي في 90 مليون، والتسعين مليون دول لابد ان هم يعيشوا ويزيدوا ويكبروا وهم في امان وسلام، وعمر ما هيكون ده موجود الا لو كان في شباب واعي كويس وفاهم كويس قوي تحديات بلده. خليني احكي لكم حكايه صغيره. من يومين ثلاثه كده التقيت بمجموعه من الشباب، وبعدين قالوا لي يا فندم احنا محبطين. انا بقول لكم بصراحه، قلت لهم ليه؟ ده الامل قدامكم كله. يا فندم ما فيش فرصه، وحتى كنا عايزين نبقى موجودين في البرلمان ما جاتناش فرصه كده. فسالتهم يا ترى عندكم كام سنه؟ ف 23 25 كده. قلت له 25 سنه ده انت كل فات الفترة الصعبة من مصر اللي فاتت دي كلها 5 سنين. كلها كم؟ 5 سنين. يعني لو قلنا 10 سنين كمان هيبقى عندك 35 سنة. لسه شاب. أنا قلت له الكلمة ديت وقلت له خلي بالك. وبقول لكم أنتوا كلكم خلي بالكم. تطور الأمم ما بيحصلش في يوم وليلة. تطور الأمم عايز أولاً وعي حقيقي. وفهم حقيقي للتحديات اللي بتواجه الأمة ديت. ومن غير ده هنبقى احنا بنتحرك، مش هقول في اتجاه معاكس ولا حاجة، لكن مش في الاتجاه السليم اللي ممكن يخلي النتائج ويوفر علينا الوقت اللي احنا ممكن نضيعه في التماس أو تلمس الطريق السليم. على كل حال قلت له خلي بالك أنا هجيب لك أمثلة، لأن اللي بيتحقق حتى لو ما كانش مرضي لكن هو خطوة على الطريق، خطوة على طريق التجربة بتاعتنا، تجربة مصر اللي لابد انها تنجح. تنجح ليه؟ عشان مصر تعيش وتستمر ومحدش ابدا يوقفها ولا يعرقلها. قلت له في كام تحت سن الاربعين او الخمسة واربعين في البرلمان ده؟ المهم انا قلت له هم 200، تلته تحت سن الخمسة واربعين، في منهم تقريبا 60 تحت ال 35. قلت له في كم من السيدات والشابات في البرلمان ده؟ يعني حاجه و80، حاجه و80. يعني عايز اقول وطبعا حاجات اخرى جوه هذا البرلمان، لكن هل ده اقصى ما نتمناه؟ لا طبعا. ولازم ودايما هننجح وهنطلب مزيد من النجاح ونتطور ونطلب مزيد من التطور، لكن لازم نعرف ان دي حاله بلدنا، واحنا كلنا لازم نقف جنب بلدنا.